أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في القدس العربية عن إصابة 12 متظاهرا بجروح وحالات اختناق قرب ساحة التحرير وسط بغداد. في الزمان لاسخار في إصابة 200 متظاهر في بغداد وكربلاء جراء استخدام أسلحة الصيد. في صحيفة البصائر رغم التنديد الأممي القوات الحكومية تواصل قمع المعتصمين وسط بغداد. في العربية الجديد استمرار الاحتجاجات في بغداد والجنوب ودعوات للتظاهر تتمدد إلى كردستان. في المدى الرئيس المكلف فتح قنوات حوار مع الكتل للاتفاق على الوزراء. في الشرق الأوسط برزاني يؤكد رفضه اختيار مرشحين لحكومة علاوي باسم الأكراد. وفي العربة اللندنية تنسيق سني كردي لإفشال تمرير حكومة علاوي في البرلمان. وصفت صحيفة لوموند الفرنسية مدينة الناصرية بأنها معقل التظاهرات في العراق، وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلتها هيلين سالون إن حركة العصيان المدني التي أغلقت المؤسسات التعليمية والإدارات ما تزال متواصلة، وقد بنت المتظاهرون ملاجئ بدلا من الخيم التي أحرقت نهاية الشهر الماضي مزينة بلوحات جدارية وضعت عليها صور شهداء المدينة، مشيرة إلى أن الحركة المناهضة للسلطة ما زال يقاوم رغم الموقف الموحد للأحزاب الحاكمة من أجل خنقه وتشكيل حكومة برئاسة محمد توفيق علاوي. الصحيفة نبهت إلى أن الناصرية مدينة لا تنقصها الأحياء المحرومة لإذكاء الاحتجاج، مشيرة إلى تاريخ المدينة الجامحة نتيجة جغرافيتها وتاريخها الغني وثقافتها وشعورها بالمقاومة والمرونة، حيث إنها مدينة المثقفين التي كانت في قلب الثورات ضد الاحتلال البريطاني في عام 1901 ومسقط رأس الشيوعية والبعثية، ومرة أخرى منذ تشرين أول عام 2019 حملت الناصرية شعلة المنافسة وطردت الفريق الركن جميل الشمري على إثر مذبحة قتل فيها 29 متظاهرة، وساهمت في إسقاط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهي لم تستسلم حتى الآن رغم ما تعرضت له الاعتصامات في بغداد والمدن الأخرى من هجمات متكررة. وتنقل الصحيفة عن الشيخ أسعد الناصري الذي غادر النجف للاستقرار في خيمة بميدان الحبوبي بعد أن نأى بنفسه عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوله إنهم أي صدريون حاولوا خنق الحراك، ولكن الناس في الناصرية أقوى منهم لأن عدد الصدريين فيها قليل. وأضاف الناصري الذي يقيم تحت حراسة جيدة من بعض أنصاره القلقين من التهديدات التي يتلقاها من أنصار التيار الصدري: لقد جئت لدعم المتظاهرين في الناصرية الذين يطالبون بالحقوق واستعادة الوطن الذي سرقته منهم الأحزاب وإيران، لأن اسمي ومكانتي كشيخ دين يمنحانهم قوة أكبر. في لوموند الفرنسية هيلين سالون تختتم مقالها بقولها إن الهوية القبلية المهيمنة في الناصرية هي التي تعطي القوة للمتظاهرين، لأن القبائل قوية ومتحدة على عكس بغداد، وقد تعبوا في عدة مناسبات لصالح المتظاهرين من بينها ظهور أفراد القبائل مسلحين في شوارع الناصرية لإنهاء دائرة العنف أثناء المذبحة التي ارتكبتها قوات جميل الشمري في المدينة. الآن إلى مقال جديد وجاء في مطلعه
إذا رصدنا مسار حركة الاحتجاجات الشعبية التي أخذت من انهيار أو التي أخذت من انهيار الخدمات وتفشي الفساد في مفاصل الدولة وتغول الفاسدين في سرقة الثروات كمطالب مشروعة، نستطيع القول أن مسار الحركة الشعبية يتجه إلى إسقاط النظام السياسي ومنظومته الطائفية بعد استدارته عن مطالب المتظاهرين المشروعة وإيغاله بقتلهم. أحمد صبري يقول في صحيفة الوطن العمانية إن قطار التغيير في العراق ماض إلى محطته الأخيرة. إن عجز السلطة عن التعاطي مع انتفاضة متصاعدة محركاتها مطالب مشروعة وشباب ينزع للتغيير السلمي يعكس فشل الطبقة السياسية في مواجهة هذا الحراك بأساليب القمع والترهيب تارة وبالقتل والاعتقال تارة أخرى. لم تستطع هذه الأساليب من وأد الانتفاضة وتراجع قوتها منذ 4 أشهر. إن الفاسدين ومبددي المال العام والمستأثرين بالسلطة وبأدواتها وجدوا في المحاصصة التي كرسها الاحتلال الملاذ والمخرج لحمايتهم من المساءلة والملاحقة إلى حد استخدام القضاء وسيلة لإبطال أي قرار قد يطاول أي مسؤول. وعلى الرغم من الإجراءات الترقيعية التي لجأت إليها أحزاب السلطة لامتصاص غضب المتظاهرين ووقف اندفاعهم، فإن واقع الحال يشير إلى أن مسار الحراك الشعبي يرتكز على إعادة النظر في الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، خصوصا الدستور ونظام المحاصصة الطائفية والقوانين الإقصائية التي أضرت بملايين العراقيين، وقبل ذلك إبعاد القضاء عن استخدامه ضد الخصوم، كما حولته الحكومات التي أعقبت الاحتلال إلى سلاح لتصفية معارضيها. فمن دون مراجعة حقيقية لأوضاع العراق وتركة الاحتلال وإخفاق الطبقة السياسية في إدارة شؤون العراق، فإن الحراك الشعبي سيستعر ويتعاظم ويتواصل بقدر الظلم والفقر الذي أصاب العراقيين حتى يبلغ مدياته على جميع الأصعدة. الكاتب يرى أيضا أنه مهما حاول البعض ركوب موجة الحراك الشعبي وتقنين مطالبه وحصرها بالخدمات من دون أن يسلط الضوء على حيتان السياسة التي تحمي الفاسدين، فإن قطار التغيير الحقيقي قد انطلق في العراق قبل 4 أشهر ولم توقفه إجراءات الاحتواء الترقيعية والقتل والترهيب لتغيير مساره. الآن إلى مقال جديد، وفي مطلعه: لم تكن تظاهرة النساء العراقيات يوم 13 شباط مليونية بلغة الأرقام والإحصائيات التي تستهوي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلما خطر على باله إطلاق أتباعه في شوارع المدن العراقية. كانت التظاهرة أكبر وأهم من ذلك بكثير. هتفت المتظاهرات بصوت يتحدى كل من يحاول إسكاتهن. هيفاء زنجانة ترى في صحيفة القدس العربية أن تظاهرة نسوية تجسدت ما هو أعمق من مجرد التحدي لمن يرى في مشاركة المرأة في الاحتجاج دعوة إلى التحرر والتعري والفسوق والفجور. نتابع. تعامل البعض مع موقف المرأة هذا باعتباره مفاجئاً واستثنائياً، بينما سيجد من يتابع نضال المرأة العراقية أن صمتها هو الاستثناء، وأن هذه التظاهرة وما سبقها من مشاركة يومية في مقاومة الاحتلال الأنجلو أمريكي والتظاهرات والاعتصامات التي سبقت انتفاضة تشرين امتداد طبيعي لنضالها المتميز. الفتاة الحاضرة في ساحات التحرير اليوم هي ابنة تلك الجدة التي قاومت الاحتلال البريطاني في القرن الماضي، وظن الكثيرون أنها استكانت لعبودية الاحتلال والطائفية ونهب الوطن، غير أنها خيبت آمال من أرادوها خانعة مستكينة لتثبت أن جذورها تمتد عميقا في أرض البلد وأهله. أثبتت شهور الانتفاضة أن سيرورة خروج المرأة إلى الشارع ومشاركتها على كل المستويات
ساعدت على تقوية مناعتها ضد الخنوع وعلى تطوير نفسها ونفض غبار الأوهام التي فرضت عليها لتعيدها عقوداً إلى الوراء. إن اتهامات السيد مقتدى الصدر المستهدفة لدور شباب الانتفاضة والمرأة خصوصاً مكملة لمحاولات المحتل الأمريكي الذي أراد تبييض وجهه متقرباً من المرأة بمبادرات تراوح ما بين تمكين المرأة وورشات الديمقراطية في الوقت ذاته الذي دمر فيه البلد وسبب قتل ما يزيد على المليون مواطن. الكاتبة تشير إلى أن شباب الانتفاضة إناثاً وذكوراً يطالبون بوطنهم ويدفعون ثمناً غالياً جداً من أجل تحقيق ذلك، ولإدراكهم أن هيمنة المستعمر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مهما كانت دولته أو قوميته أو دينه تبدأ بواسطة العنف وتخريب البلد وحرمانه من سيادته وموارده، ولا تنتهي بتعيين مستخدمين مأجورين بل تستمر بأشكال تتجدد حسب مقتضيات الهيمنة، بينما تبدأ وتنتهي استعادة الإنسان لوطنه باستقلاله وكرامته. منذ أيام ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات تتابع معركة بيع المناصب، حيث أبدى القضاء انزعاجه وضرب كفا بكف وهو يقول: هل من المعقول أن تباع المناصب في بلاد الرافدين التي علمت البشرية معنى القانون؟ فيما شحذ الجميع أسلحتهم وهم يصرخون: لا يسلم المنصب الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه الدولارات. هذا ما جاء في مقال علي حسين المنشور بصحيفة المدى. منذ سنوات وأنا لدي مشكلة أساسية مع ما يقوله الساسة والمسؤولون عن الفساد والإصلاح، وتراني أضحك كلما أسمع مسؤولا سابقا أو حاليا يذرف الدمع على حال العراقيين ويطلق الزفرات والآهات على أحوال البلاد والعباد والأموال التي سلبت في وضح النهار. النزاهة ليست بيانات ولا مؤتمرات، إنها مسيرة خالية من الفساد ومن الكذب على الناس. أما الذين يبحثون عن مبررات فإنهم يعتقدون إما أن المواطن العراقي غبي وإما أنه خائف من مواجهة حيتان الفساد. كنا قد عشنا مزاد بيع المناصب الذي نصبه لنا النائب أحمد الجبوري أبو مازن. للأسف في كل يوم نجد من يفتح لنا مهرجان النزاهة الكاذبة، حيث يصعد الانتهازيون على المسرح بطبولهم يعزفون ويهتفون فيه السيريا: نحن أو الفوضى. اليوم الكل صار نجم الشاشة الصغيرة، الكل يتفنن في بث سموم الانتهازية والطائفية وإرشاد الناس كيف يصبحون صالحين من خلال انتخابهم لنفس وجوه الخراب. إن أحدا يمتلك عقلا في بلاد الرافدين لا يمكن أن يصدق أن هؤلاء يصلحون للنزاهة أو أنهم يريدون حكومة مستقلة فعلا. ذلك أن الأحزاب التي تصمت على قتل شباب بلادها وتصفق للقاتل لا يمكن أن تفكر أبدا في بناء وطن معافى. الكاتب يتساءل أيضا: كيف تريدون من الشعب أن يصدق أنكم منزعجون من قضية بيع المناصب وأنتم سامحتم بقتل الشباب في ساحات الاحتجاج؟ كيف يصدق الناس أنكم حريصون على النزاهة لبلاد أنتم سرقتم الأخضر واليابس فيها؟ إلى مقال آخر: بغض النظر عن إمكانية تمرير حكومة محمد توفيق علاوي برلمانياً من عدمه، وبغض النظر عن طبيعة هذه الحكومة والصراعات التي ستجد نفسها علقة فيها منذ يومها الأول، فإن ثمة صراعاً آخر يجري خلف الكواليس تارة وتارة أخرى أمامها، يتلخص في رغبة إيرانية ملحة بانسحاب أمريكي كامل من العراق. هذا الصراع الذي وضعته بعض الكتل السياسية شرطاً أمام علاوي لتمرير حكومته برلمانيا. إياد دليمي يتساءل بصحيفة العربي الجديد: هل تنسحب أمريكا من العراق؟ اليوم تعيش بغداد بمختلف أطيافها وأطرافها السياسية
صراعا بين من يقع تحت ضغط إيراني لتسريع الانسحاب ومن يقع تحت مخاوف شتى تعيد إليه شريط السطوة الإيرانية عبر ميليشياتها المختلفة على كل مفاصل الحياة اليومية للعراق، فيرى في بقاء تلك القوات ضرورة للعراق واستقراره. وحتى لا تكون فيه السطوة أحادية إيرانية يأتي هذا الصراع في وقت تعيش فيه بغداد ومدن الجنوب الأخرى ثورة شعبية شبابية عارمة أتمت 4 أشهر من دون أن تتوقف. على الرغم من كل أساليب القمع التي مورست وتمارس بحقها من السلطة وأحزابها، ما يعني أن هذه الثورة قد تشكل عامل ضغط على مختلف الأطراف التي ترغب في مغادرة القوات الأمريكية والأخرى التي ترغب في بقائها. ولا تبدو الولايات المتحدة أنها ترغب هذه المرة في مغادرة العراق، فهي وإن كانت تخشى أن تكون تلك القوات لعمليات مسلحة تنفذها الميليشيات المرتبطة بإيران، فإنها تدرك جيداً أن العراق يمر بمرحلة انتقالية قد تغير تفاصيل كثيرة فيه على شتى الأصعدة، وبالمقابل ستبقى الكرامة الإيرانية تعاني من جرح غائر إذا فشلت في إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد عملية الاغتيال الكبير والمفاجئ لأبرز قادتها قاسم سليماني. يضيف الكاتب ياد الليمي إن الخشية كل الخشية أن يتحول الصراع السياسي بشأن وجود القوات الأمريكية وانسحابها من العراق إلى صراع خشن، خصوصا أن لكل طرف من أطراف اللعبة أدواته المسلحة. حينها يمكن أن ينزلق العراق إلى ما هو أبعد من الحرب، ربما نصل إلى ما يخشاه الجميع، التقسيم. في مثل هذه الأيام قبل 41 عاماً بدأت تظهر التحولات العميقة في إيران، فبعد أيام قليلة على عودة الخميني من باريس تبين أن الثورة الشعبية التي أطاحت بالشاه ونظامه بدأت تأخذ منحاً مختلفاً عما كان يعتقده ويؤمن به الإيرانيون العاديون. خير الله خير الله، يقول في صحيفة العربية العرب اللندنية أن تصدير الثورة لم يجر سوى الخراب، جرى الخراب على إيران نفسها وعلى كل دولة أو أرض وجدت فيها إيران. في مسيرة 41 عاماً هناك جوانب يرى فيها النظام نجاحاً، لكن هذا النجاح الذي ليس سوى غطاء لكارثة حلت بالمنطقة كلها لا ترجمة له في المدى الطويل على أرض الواقع، عاجلاً أم آجلاً؟ هناك أسئلة ستفرض نفسها، ماذا تفعل إيران في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في غزة؟ الجواب بكل بساطة أن حكومة عراقية برئاسة محمد توفيق علاوي ليست أكثر من وهم تتعلق به إيران لإثبات أنها ما زالت صاحبة القرار في العراق. أما مقتدى الصدر الذي تحول أداتها المفضلة هذه الأيام، فما الذي يستطيع تقديمه إلى العراقيين غير تحوله إلى وسيلة قمع للتحرك الشعبي الواسع بواسطة القبعات الزرق التي ليس سوى ميليشيا أخرى تضاف إلى الميليشيات الإيرانية المنتشرة في كل أنحاء المنطقة؟ ستترك إيران خراباً كبيراً في المنطقة كلها، في البصرة وبغداد والموصل وحلب وحمص وحماة ودمشق وبيروت وصنعاء. كشفت السنوات الماضية الممتدة منذ عام 79 و900 ألف أنها لا تتقن سوى التخريب، ولكن مثلما كانت 79 و900 ألف سنة مفصلية على الصعيد الإقليمي، ستكون السنة 2020 سنة مفصلية أخرى من نوع آخر. ويرى خير الله خير الله أنه من الآن إلى أن يعي النظام الإيراني أن العد العكسي بدأ، وأن تصفية قاسم سليماني ترافقت مع تشديد للعقوبات الأمريكية سيحل مزيد من الخراب، حيثما وجدت ميليشيا مذهبية تابعة للحرس الثوري. فهل سيكون في المستطاع إصلاح ما خربته إيران في 41 عاماً؟ أم أن ما كتب للمدن العربية التي وقعت تحت الهيمنة الإيرانية هو بمثابة قدر لها؟
عادت جماهير فريق الزوراء لترسم أجمل اللوحات والهتافات، وذلك بعد انطلاق الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2020، حيث قامت بلفتة تجاه أحد شهداء الثورة تشرين. وقالت صحيفة العربي الجديد إن جماهير الزوراء رفعت لافتة كبيرة قبل مباراة الطلبة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العراقي، وذلك استذكاراً للشهيد عمر السعدون الذي استشهد خلال تشرين الثاني الماضي بسبب الأحداث التي يشهدها العراق. بعد رفع لافتة كتب عليها عمر السعدون: ستبقى في قلوبنا، لن ننساك. ولم تكتفي جماهير النوارس باستذكار عمر السعدون خلال المباراة الأولى من منافسات الدوري العراقي لتتغنى باسمه بعد نهاية المباراة بترديد هتافات: يا عمر يا عمر، زوراء هالليلة انتصر. إلى الكاريكاتير الآن. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.